ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اليوم اجتماع مجلس الدفاع المدني بحضور معالي وزير النفط وسعادة وزيرة الصحة وسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة وزير الإعلام وسعادة رئيس الأمن العام ووكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء ونائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وفي بدايه الاجتماع رحب معالي وزير الداخليه رئيس مجلس الدفاع المدني بالاعضاء منوها الى ان اجتماع المجلس ياتي في اطار العمل على تعزيز اجراءات الحمايه المدنيه بما يضمن السلامه العامه للمواطنين والمقيمين وقد استهل المجلس جدول الاعمال بمناقشه موضوع التمارين الوطنيه المشتركه حسب الخطه الوطنيه لمواجهه الكوارث وضروره تنفيذها بمشاركه مختلف القطاعات وفق فرضيات واقعيه مع التاكيد على سرعه الاستجابه في التعامل مع الاحداث وتعزيز القدرات التي تخدم مسؤوليه المحافظه على السلامه العامه بعدها اطلع المجلس على نتائج اعمال لجنه شؤون المتطوعين لخدمه الامن العام والمتعلقه بالتطوع في الدفاع المدني والاشتراطات الواجب توافرها في المتطوع والجوانب التدريبيه ذات الصله كما اطلع على مسوده اللائحه التنفيذيه لقانون التطوع لخدمه الامن العام والذي ياتي بدافع الولاء والانتماء للوطن وتعزيز المسؤوليه الاجتماعيه لحمايه الامن والاستقرار كما استعرض مجلس الدفاع المدني الاشتراطات المتعلقه بالسلامه في المنازل والمنشات الخاصه والعمل على تطويرها بالمستوى الذي يحافظ على الارواح وحمايه الممتلكات مع الاستمرار في مراجعه وتحديث هذه الاجراءات وفي ختام الاجتماع اعرب معالي وزير الداخليه رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لاعضاء المجلس وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شانه زياده معدلات الامن والسلامه لجميع المواطنين والمقيمين